بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة ديت من قصة اللحظة الأخيرة هنستعرض فيها الفترة اللي الطفل فيها بدأ يعود للحياة من جديد بشكل دراماتيكي مؤثر. هي كانت الأمور مشيت بالأسرة في منحنى صعب. الوالدة بقت نمت بقى نمط حياتها مقسم إلى شقين، شق بيناله زوجها وأولادها، ده مثلا نقول التلت، أما تلتين حياتها فكانوا مخصصين لهذا الطفل المريض اللي ملوش حد يرعاه غيرها، واللي كان حياته كلها مرتبط بوالدته، فكان كتفها هو مسرح حياته. كانت تصحى من النوم على صراخه، جعان أو عاوز يغير ملابسه الداخلية، تبتدي تنضفه وتأكله وتجهزه علشان يقعد في إيه، في بيته اللي هو كتفها. المهم، من حلاوة الروح الأم كانت بتجيلها فترات تحاول تعلم ابنها مهارات الحياة الطبيعية للأطفال. كانت بتحاول تعلمه إزاي يعمل حمام، تقعده على اللي اتفقنا إن احنا نسميها الحصرية، اللي هو الأنية البلاستيك اللي تشبه التواليت، كانوا بيستخدموها زمان لتعليم الأطفال إزاي مهارات التبول والتغوط. فكانت الأم بتحاول من حلاوة الروح زي بيقولوا إنها تعود ابنها يقعد، فكانت كل ما تقعده وتسيبه تتفاجئ إن هو راح جاي واقع على جنبه، لأنه ما كانش بيقدر يحفظ توازنه. استمر الحال بالشكل ده 4 سنوات إضافة لعمره الأول اللي هو سنة، بقى 5 سنين. وظلت الأمور تصعب عليها، الولد بيكبر وزنه بيزيد، كتفها ما عادش قادر يتحمل، هي حملت كمان مرتين، فالحياة بالنسبة لها بقت شاقة شوية. فكان بيجيلها أوقات تزهق، خصوصا لما كانت حاجاته تتقاطع مع حاجات اخواته بالذات في الصبح. في يوم من ايام صيف عام 1964، بداية الصيف كان في شهر ابريل، وده اللي حصل في والدتي اللي طبعا في الصيف الاولاد بيبقوا ايه، المدارس كانت بتخلص في الميعاد تقريبا، او بيبقى في شهر كده على الايه، على الامتحانات، الاولاد بيقعدوا يقضوا في مذاكرة في البيت أو يلعبهم أو يعملوا أي شيء يعني من هذا القبيل. فاللي حصل إن الأم دخلت المطبخ الظهر كده إيه، أو الصبح يعني، في حدود يعني حدود الساعة 11 كده الصبح، كانت فطرت جوزها ونزلته من الساعة 9 راح شغله، وبعد كده بتقوم تجهز الأكل لأولادها، فحطت ابنها على الأرض. فطبعا الولد ما بيقعدش، فحطته ايه وسندته بمخدات كده، يعني كان عنده 5 سنين، سندته بمخدات علشان ايه ما يقعش. ودخلت المطبخ تجهز الفطار لاخواته، هما اخواته الام، انا طبعا اخوات انا يعني، كانوا قاعدين كل واحد في اوضته، اللي بيذاكر واللي بيقرا قصة واللي يعني
انا كان ترتيبي متأخر فيهم. فالام وهي في وضع البيت بتبقى لابسه الملابس البيت العاديه اللي كشفه فيه شعرها ونص دراعها ونص الهدوم لحد ركبتها، اللي هو اللبس الطبيعي اللي اي ام بتلبسه في بيتها، بالذات لما بيكون في المطبخ. هي الام دخلت على الحاله دي للمطبخ تجهز الاكل لولادها، واذا بها تفاجئ بصرخه هائله، وكأن يعني ايه قنبلة دبت تهبط في البيت. كل اخواتي صرخوا في وقت واحد. ف الحق يا ماما، الحق يا ماما. فالام لا شعوريا سابت الاكل على الوابور، كانش فيه يمنع بوتاجاز لسه، سابت الاكل على الوابور وطلعت تجري. علشان ايه؟ قالت على طول اكيد مجدي جراله حاجه. طلعت تجري علشان تشوف الوضع عامل ازاي. دخلت في الأوضة اللي اخواتي متجمعين فيها، لقيتهم شايلين اخوهم مجدي على رجليهم وقاعدين يحضنوه ويبسوه، اللي يحسس على راسه، اللي يحسس على كتفه، اللي يحسس على رجله. فالأم ايه ايه يا ولاد، في ايه، ايه اللي حصل، ماله مجدي؟ فاخويا الكبير الله يرحمه مات من حوالي سنة. قال لها يا ماما مجدي بيمشي. هي طبعا مجدي مين اللي بيمشي؟ مجدي اخونا، انزل كده يا مجدي، انزل وري ماما. وراح جاي منزلني من على رجله، وكان اكبر مني ب9 سنين، نزلني من على رجله وقال لي يلا وري ماما انت بتمشي ازاي. بدأت امشي رايح جاي، اجري، بدأت اجري هكذا. فجأة من وضع الركود لوضع المشي والجري، اطلع اقعد على الكرسي، طلعت قعدت على الكرسي. قبل ما اكمل كلامي عاوز اقول حاجة، اقول لك كطبيب يعني، من اخطر اللحظات اللي بتمر بالانسان لحظات الحزن الشديد ولحظات الفرح الشديد. بيبقى الجهاز العصبي السمبثاوي بيعمل بكل طاقته. الإنسان عرضة فيه لما يسمونه الكرايسيس أو الأزمات الصحية. ممكن يجيله انفجار في الضغط، يعلى، يعمل له انفجار في الشرايين، يسموه انفجار المخ، ممكن تجيله جلطة، ممكن تجي يعني أمراض كتيرة مرتبطة بلحظات الحزن الشديد والفرح الشديد. علشان كده احنا مأمورين بالاعتدال في الحزن والأفراح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني احنا مأمورين بعدم الفرح الشديد أو الحزن الشديد لخطورة ذلك على حالتنا الصحية والنفسية، الجسدية والنفسية. طيب الوالدة الله يرحمها عاشت 4 سنين في كابوس، وعايشة كابوس مستقبلي إن الولد اللي بتخدمه ده هيموت. فجأة لقت الولد بيقوم يجري، يا ريته حتى بيقف، ده بيمشي ويجري وبدأ يتنطط ويقعد على الكراسي. فالأم يعني إيه قعدت تحملق ومش مصدقة. إخواتي يهزوها، يا ماما يا ماما، لا بتضحك ولا بتعيط. وفجأة راحت جاية انسحبت من وسطهم وخدت بعضها وطلعت تجري في الشارع، طلعت تجري على الوضع اللي كانت هي قاعدة عليه في البيت بملابس البيت اللي راسها شعرها عريان ودراعها عريان ورجليها لحد ركبتها عريانة ولبس طبقة واحدة، منظر ما يصحش. وخدت بعضها وطلعت تجري، اخواته وراها بيجروا، يا ماما رايحة فين، رايح، بيجروا وراها عايزين يمسكوها علشان ما تخرجش على هذا الوضع.
طلعت تجري ناحية محل العمل بتاع أبويا اللي هو الورشة بتاعته. الورشة كانت بتبعد عن البيت حوالي 200 متر، واحنا كنا بنسكن في شارع الجزائر في حي القرشي، والورشة في شارع الكلاء، والجزائر متفرع من الكلاء. طلعت تجري حافية بالشكل اللي أنا وصفته، وإخواتي وراها. الشيء العجيب اللي هي أخويا الكبير ده ضحوك شوية يعني، فكان بيقول وبيحكي بعد كده: أمك يا دي يا مجدي كانت راكبة شعاع من الضوء، يعني كانت بتجري بسرعة لدرجة إحنا إخواتي كانوا رياضيين. هو الكبير ده كان شرطي يعني، فكان جسمه رياضي جدا. أخويا الكبير، أخويا المتوسط كان لاعب كرة في نادي طنطا الرياضي، فإخواتي كانوا يعني أجسامهم يعني إيه، فالولد بتجريهم بسرعة علشان يلحقوها ما قدروش. شوف تخيلهم كم الطاقة اللي مش عادية، اللي الأم اتفجرت في داخل الأم وخلوها تسيب بيتها وتجري بهذا الشكل ناحية إيه، محل عمل أبوهم. إيه، رايحة لزوجها، رايحة لزوجها تقول له، هي مش عايزة حد يقول له على الخبر قبلها، فطلعت تجري هي عايزة تفرحه. هي كان عندها إحساس إن هي السبب اللي حصل للولد، إن لما خدته طعامته هو سخن، فكان ضميرها دايما معذبها. وأبويا ما كانش بيتكلم، طلعت تجري عشان تبشره بالبشرة دي. والدي كان بيشتغل ميكانيكي، قاعد هدومه متعاصى زيت ومتعاصى جاز وبنزين، وإيده متوسخة، وحواليه الصناعية وحواليه الزباين، والورشة بتاعتنا كانت ورشة معروفة. والدي هو بيشتغل في الورشة قاعد بيشتغل يعني في عز العمل ومش مركز، فجأة انتبه على إيه؟ على إن والدتي واقفة قدامه مش بالحالة ديت، تقول له: إلحق يا أبو حمدي، اللي هو كان الكونية بتاعت والدتي اسم أخويا الكبير، إلحق يا أبو حمدي، إلحق يا أبو حمدي. والدي لما شاف والدتي بالشكل ده داخلة عليه بالشكل ده وسط الرجالة قاعدين والصناعية، وده يعتبر عيب في اللي إيه، في عرف الأحياء الاجتماعية الأحياء الشعبية، عيب كبير. بسرعة راح جاي خالع القميص بتاعه المتعظيت، وراح جاي حطه عليها، يداري عليها، وخدها في الجنب. هو اللي جه في دماغه وقتها إن زوجته اتجننت بفعل الإيه، بفعل الظروف والتوترات اللي هي محطوطة فيها. قعد يطبطب عليها: اهدي، طب اهدي بس، في ايه؟ وهي بتنهج وبتقول له: مجدي، مجدي. هو تخيل بقى ان ايه، ان انا مجدي توفى. فمجدي ماله؟ قالت له: مجدي بيمشي. قال لها: مجدي مين؟ قالت له: مجدي ابننا. والدي هو كمان يعني اصابته يعني لحظه من لحظات الايه، فقدان التركيز، مش قادر اقول جنون طبعا، لكن تصرفات، لان الوضع مش طبيعي. فراح كي طالع يجري هو كمان، وايه، وساب الشغل بتاعه، اللي واقفين المحاطين بوالدي من الصنايعية بتوعه، وكان عنده عدد كبير من الصنايعية، والجيران اتفاجئوا إن الحاج سعيد الراجل الوقور المتزن اللي أخلاقه عالية حافظ القرآن، لقوه طالع يجري بشكل مش عادي، وساحب في إيده أمي بشكل مش طبيعي، وهو قلع القميص بتاعه يعني فانيلته يعني ايه الداخليه هي اللي ماشي بيها، منظر يوحي ان دي خناقه. إيه يعني، اول اسره اتعرضت لشيء كريه. فطبعا كل ايه، في ايه يا عم سعيد، في ايه؟ ما بيردش، هو طالع يجري وماسك امي في ايده واخواتي وراهم. فالصناعيه زي الاحياء الشعبيه بقى، يعني تخيلوا ان عم سعيد بيتخانق وايه، وفي مراته يعني شرفه جاي تستنجد بيه. فبسرعه كل واحد من الجيران اللي شايل حديده واللي شايل مفك واللي شايل شاكوش، وطلعوا يجروا معاه
علشان يجاملوه في الخناقه ديت ويشوفوا ايه اللي حصل. وصل الجمع ده، جمع كبير طبعا، المنطقه كلها صناعيه. فطلعوا وصلوا للبيت، دخلوا علينا. انا شفت ابويا بيبكي، اللي فاكره بيبكي مرتين او اللي انا اتذكره. المره التانية كان يوم نجاحي في الثانويه العامه، ولما جبت مجموع كبير وعرف ان انا هدخل طب. المره الاولانيه مش بقول اللي شفته، اللي حصلت لابويا يعني، اللي هي المره دي بقى لما ابويا دخل البيت لقاني واقف واخواتي بيلعبوني، فقعد يبص لي ما هوش مصدق. فابويا ما بقاش عارف يعمل ايه، فقعد يبكي ويحسس عليا يبص لي. طب يمشي كده، وبقوم خايفين انها تكون ايه، حاجه مؤقته مش دايمه. طب يمشي كده يا ابني، طب روح، طب ايه، ويسالهم ايه اللي حصل يعني، يعني مشي ازاي، قولوا لي يا اولاد انتوا عملتوا فيه ايه، مين اللي، ما فيش يا بابا احنا لقيناه لوحده قايم يمشي. هو مش عارف ايه اللي حصل، وخايف، خايف انه يكون بيحلم وهيصحى من النوم على كابوس ان ابنه مقعد. فجأة بيمشي، مش واقف حتى، وبيجري. طبعا امر ايه، الناس بقى اللي كانوا معاه اللي معظمهم صنايعية، الخبر طبعا انتشر، انتشار النار في الهشيم. وطبعا لا كان فيه لا تليفونات ولا وسائل اتصال زمان، لكن بسرعة العيال الصغيرة جريوا على كل قرايبنا، كلنا كنا في حتة واحدة، على اخوالي وعمامي ولاد اخوالي ولاد، المهم يعني ايه، العيلة كبيرة. صحيح احنا ناس شعبيين، لكن كان عدد افراد العيلة كبيرة، كله جاي يجري علشان يشوف مجدي ابن الحاج سعيد عبد الرازق المصاب بشلل الاطفال، اللي كان صفته وصفته وصفته. الولد قام وقف وبدأ يمشي زيه زي بقية الأطفال. التجمع ده لما وصل للبيت وشافوا المنظر، الأحياء الشعبية بتجد ردود الأفعال لطيفة قوي لما بيشوفوا حاجة تعجبهم، بيبقى رد فعلهم جميل. فقعدوا يضربوا كف على كف بالطريقة دي، يعني إيه، يا سبحان الله، واللي رفع إيده كده بالمنظر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إيه المنظر، عامل زي مين، زي اللي كنا بنشوفه في المسلسلات الدينية القديمة، اللي بيعيط، اللي يقوله قدرتك يا رب. في الحقيقة أنا لما أجي أقيم الوضع ده، أنا بقول إن دي معجزة. طبعا أنا كطبيب، أنا حاليا اللي بيكلمكم ده في السن ده، أنا أستاذ يعني بقالي 14 سنة أستاذ، حصل على درجة الأستاذية من عقد ونص، ناهيكم عن إن أنا متخرج من قرب 40 سنة بمارس الطب والتدريس، وبشتغل باحث علمي، وأشرفت على رسائل ماجستير ودكتوراه، وناقشت رسائل كتير، وليا يعني إيه قناة علمية، وليا ليه يعني إيه، اديت آلاف المحاضرات. ما قريتش ولا سمعت ان حالة زي بتاعتي فيها المريض المصاب في النخاع الشوكي قام وقف، او ان النخاع الشوكي او الخلايا، مريض الخلايا العصبية اعصابه خفت. ابدا ما بيحصلش، لان الخلايا العصبية لما بتموت خلاص انتهت. اللي مصاب بشلل نصفي مثلا في ساقين نتيجة صفاء الحبل الشوكي ما بيرجعش، انتهينا، ده موضوع مفروغ منه. فأنا دلوقتي بحاول أقيم، مش لاقي رد. حتى لما اتكلمت مع زملائي، يا جماعة طب تفتكروا ايه اللي حصل، يعني العضلات اللي حصل لها ده ما بيحركهاش أصلا، الخلايا العصبية ماتت، النخاع انتهى، وأربع سنين راقب، طب ازاي اللي حصل، ما فيش، ما حدش بيرد. فأنا تقييمي للموضوع ده بعد ما حاولت ادور واقرا كتير، ما لقيتش خالص اي تفسير، لا سوى تفسير وحيد. التفسير ده بيقول ان هذا الطفل اللي عاش
في النص الثاني من القرن العشرين في جمهورية مصر العربية بمدينة طنطا شارع الجزائر، وكان بيعاني من شلل أطفال قاسي وشديد ومزمن، حصلت له معجزة لا تقل بحال من الأحوال عن معجزات الأنبياء. غير إن معجزات الأنبياء وجدت شهرتها بسبب من المستمدة من مكانة الأنبياء واللي رواها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إنما المعجزة بتاعتي أنا ملقتش حد يتكلم عليها. هتفرق إيه عن يعني سيدنا يعقوب لما ابنه سيدنا يوسف بعت قميص ألقاه على وجهه فارتد بصيرا؟ تفرق إيه عن سيدنا عيسى لما كان بيبرئ الأكمه والأبرص؟ تفرق إيه؟ ما تفرق، ما فرقتش حاجة، هي نفسها. واحد كان مشلول مقعد قام وقف ومشي، بس المرات الأولانية كانوا الأنبياء بيفعلوها بإذن الله، أما في الحالة بتاعتي فالله سبحانه وتعالى بنفسه وبدون سبب هو اللي تولى قيامة هذا الطفل من وضع الرقود، وأذن له إنه يعني يبتدي حياته من جديد، يقوم يقف ويمشي ويتحرك غير معتمد ولا مستند على أحد. علشان كده دي تعتبر الولادة الثانية أو الولادة الحقيقية اللي أنا بسميها الولادة الفسيولوجية، الولادة التشريحية اللي أنا اتولدت بيها من بطن أمي. أما الولادة الوظيفية اللي هي الفسيولوجية دي اللي حصلت لي في شهر أبريل أو مايو في الحدود ديت من سنة 64. أنا بس عايز أقول حاجة هنا، إن في الفترة اللي أنا ربنا أحياني فيها وأقامني من وضع الرقود علشان أبتدي أعيش حياتي زي الناس، في هذا ربما في اليوم ده نفسه، هي في السنة وفي الشهر بس مش متأكد من اليوم، كانت اتولدت في البيت اللي جنبنا المرأة اللي هي أصبحت زوجتي. الطفلة اللي اتولدت وقت ما كبرت بقت زوجتي اتولدت في نفس الوقت اللي أنا شفيت فيه من وضع الرقود، وقمت علشان أمارس حياتي من جديد. لعلها كانت إشارة من الله سبحانه وتعالى، كانت ولادتها هي بشارة، أنا بيدو بدها 5 سنين بالظبط، كانت بشارة ليا لأنها تكون مصاحباني في رحلة طويلة مليانة تجارب، فيها أحزان كتير وفيها أفراح أيضا، فيها عبر وعظات احنا لسه ما اتكلمناش عنها، احنا بنتكلم لسه على البدايات. أسدل الستار على الفترة الماضية من حياة الطفل بنت سعيد علشان يبتدي حياة تانية بيمارس فيها نشاطه وهو من على الأرض، وأخيرا ساب كتف الأم وبدأ يمشي على الأرض. وهنستعرض في المرات اللي جاية نشوف كيف حياته مضت بعد سنوات الرقود. السلام عليكم ورحمة الله.